لو بصينا للفرونتال لوب، لو بصينا على الفرونتال لوب هنلاقي فيه سوبيريور فرونتال وايه وانفيريور فرونتال، سلقاي سوبيريور وانفيريور، تمام كده؟ دول واضحين؟ خلي بالكم معايا، لو قلنا ان ده السوبيريور وده الانفيريور يبقى دي البري فرونتال كورتكس، يبقى دي البري فرونتال كورتكس. لو حط لي في الميدل فرونتال جايروس يبقى ده البري ميدل فرونتال اي فيلد، اللي هي الفرونتال اي فيلد اللي هي اريا 8، تمام؟ لو جالي تحت هنا يبقى دي البروكس، تحت هنا يبقى دي البروكس اريا اللي هي السكندري سبيتش اريا. هيقول لي قولي الفانكشنال اريا ولا ما هي معروف ان السقص ده ما فيهوش الا الاريا دي هي اللي ليها فانكشن عليكم، فخلاص انا بحط في الجايروس. انت بتقولي لي ان ده الميدل فرونتال جايروس الفانكشن بتاعته ايه؟ هي معروف ان اللي فيها يعني انا هقول ميدل فرونتال جايروس بعد كده هو يسالني الفانكشنال اريا، تمام؟ طيب ايه تاني؟ بروكس الانفيريور، بروكس الانفيريور ده البري فرونتال البري سنترال سلكس وده السنترال سلكس والبوست سنترال سلكس مترتبين اهو. يبقى دي البري سنترال جايروس والبوست سنترال جايروس. هنا خلي بالك بقى معايا، ده اللاترال سلكس، ده اللاترال، واتفقنا ان الهايست بوينت بتاعته الراوند بوينت دي اللي هي اسمها السوبرا مارجنال، واضحه خالص اهي سوبرا مارجنال دي، خلاص. خلي بالك معايا بقى لما ننزل للتيمبورال، التيمبورال يبان فيه سوبيريور تيمبورال سلكس خلاص وانفيريور تيمبورال سلكس، سوبيريور تيمبورال وانفيريور ايه تيمبورال. احنا اللي يهمنا بقى ايه؟ اللي يهمنا الميدل تيمبورال اللي هي الاريا دي. لو حط هنا دي غير اللي انا قلتها من شويه، لو حط ورا قوي يبقى انجلر، عشان كده بقول لك ما تجيش. لكن لو حط في الميدل تيمبورال جايروس، ميدل تيمبورال جايروس كان في ايوه الميدل تيمبورال جايروس ده مهم على فكره. جابوا السنه اللي فاتت دكتور رمضان جابه الميدل تيمبورال جايروس اللي هي 41 و42 اللي هي الاوديتوري سنسوري اريا، اوديتوري سنسوري اريا دي مهمه. يبقى احنا عندنا حاجتين في المنطقه دي، لو جاب الراوندد اريا اللي هي اوفر ذا بوستيريور اند اوف ذا بوستيريور ريمس اوف ذا لاترال سلكس يبقى ده السوبرا مارجنال، لكن لو جاب في الميدل تيمبورال جايروس لا يبقى اريا 41 42 اللي هي اوديتوري سنسوري اريا دي مهمه جدا جدا جدا. ده الانجلر، ده السوبرا مارجنال، ما تغلطيناش. اللي ورا خالص ده هيبقى الانجلر، ماشي؟ بس يعني الانجلر ما بيجيش. هو هيعلم هنا بالظبط ولا مثلا جوه شويه؟ لا ما فيش حاجه غير هنا، ده السوبيريور وده الانفيريور سلقاي، يبقى هو ان بتوين، تمام؟ اصل هو في البوستيريور برضه، عشان كده انا دايما احطها بوستيريور، تمام؟ هو مش في الميدل، هو بوستيريور برضه، خلاص؟ ولا الميدل؟ الميدل اوف ذا ميدل، هي في الميدل اوف ذا ميدل، صح؟ ايوه الميدل بتاع الميدل تيمبرال جايروس وايرس، تمام؟ خلاص يبقى دي الاوديتري سنسوري ايه؟ دي كانت اخر حاجه مهمه، تمام؟ بقولها تاني، تمام؟ يبقى بيجي في الامتحان وده جه السنه اللي فاتت حاجه اسمها الميدل تيمبورال جايروس، الفانكشنال اريا اللي فيه ده بتيجي في الميدل بارت اوف ذا جايروس، ودي فيها اريا 41 و42 اللي هي الاوديتوري سنسوري اريا، دي مهمه جدا. طب البوستيريور بارت بقى لا، ده كان في حاجه اسمها الانجلر ايه؟ انجلر جايروس، تمام؟ زي ما قلنا اللي هي اريا 39، لكن قلنا السوبرا مارجنال اللي هي اريا 40 دي اهم منها اللي هي فوقيها، خلاص؟ وضحت؟ ده كل حاجه على اللاترال ايه؟ سيرفيس بتاع السيريبرال هيمسفير. هننقل بقى على الميديال سيرفيس والتنتوريال سيرفيس. برايت واكسبل التعلم، هو اصلا مينلي على الميديال. حاجه بنقول هو ده بيسموه ايه؟ الاوربيتال سيرفيس، اوربيتال سيرفيس بتاع الفرونتال لوب. يعني ده الفرونتال لوب لما شفنا الاوربيتال سيرفيس بتاعه، ما علينا من الكلام ده كله. في عندنا علامتين بس واحيانا كتير بتيجي في الامتحان. الاتش شيبد اوربيتال سلقاي، اتش شيبد اوربيتال سلقاي هو يعني انا ما شفتهاش بتيجي، كانوا بيجيبوها في العصر البالي اللي هو من 10 سنين فاتوا، يعني اللي هو الاتش شيبد اوربيتال سلقاي، المنظر ده شكله اتش شيب وده بيقسم البارت لاربعه جيران، ماشي؟ اتش شيبد اوربيتال سلقاي يعني ما شفتهاش قوي عموما، يعني هي الاتش شيبد دي خلاص اهي اللي باللون الاحمر. لكن اللي بتيجي بقى في الامتحان فعلا اللي هو الجروف ده اللي اسمه اولفاكتوري سلكس، ده بيجي في الامتحان اولفاكتوري سلكس. انا اقصد اللون الاحمر ده ليه بقى؟ ده السلكس اللي بيجي في الامتحان اولفاكتوري سلكس، وهو يسالك سؤال النظري يقول لك الكونتنت بتاعه ايه، تقول له اولفاكتوري بالب اند اولفاكتوري تراكت، يبقى هو بيجيب لك الجروف اولفاكتوري سلكس، بيجيب الجروف اللي هو الاولفاكتوري سلكس ويقول لك مين اللي فيه الاولفاكتوري بالب اند تراكت، عشان كده انا بقول لك اللي يجي لونه الاحمر اللي هو الاولفاكتوري سلكس.
مين النايم فيه اللون الابيض الفاكتوري بالب اند تراكت. احيانا بقى يسيب كل الاثنين دول ويجيب الحته بتاعه الكورتكس السريبرال كورتكس دي اللي هي ميديا للالفاكتوري سلكس اللي هي الحته دي من شكلها ان هي ستريت كده اسمها جايروس ريكتس. جايروس ريكتس جايروس ريكتس بس كده. يبقى تاني نحفظهم مع بعض الثلاثه بقى من الموست ميديا من هنا كده دي اسمها الجايروس ريكتس. دي جايروس فعلا لان دي لونها بني دي سريبرال كورتكس. وبعدين يجيب لي جروف جنبها يبقى ده اسمه الالفاكتوري سلكس وده لودجنج الالفاكتوري بالبا اند تراكت. وممكن يجيب لي الاتش شيبد اوربيتال سلكاي يبقى ده اسمه اتش شيبد سلكس وخلاص اوربيتال سلكاي. تمام. مفيش حاجه بقى اسمه يمسك كل جايروس يقول لك ده مين. ده كلام كبير قوي مش بتاعنا. الحاجه المهمه ان احنا بنتكلم على حاجه اسمها التنتوريال سيرفيس. تنتوريال سيرفيس العينه دي ما يجيش فيها تنتوريال لكن يجي فيها انقص. خلي بالك معايا الانقص هي البارت اللي تحت التمبرال بول على طول. دي منطقه اسمها منطقه الانقص وفيها السميل نيوكلياي يعني الحته دي سنتر فور سميل. يبقى الانقص وظيفتها ايه عشان نسيت اكتبها. يبقى الانقص يبقى في حاجتين حاجه زودناها هنزود دي بقى ان الانقص موجوده فين تحت التمبرال بول على طول بس على التنتوريال سيلف سيرفيس دي سنتر فور سميل او سميل سنتر وخلاص. يبقى الانقص سميل سنتر اللي هو يشاور هنا هنا في المكان ده بس ما يشاورش من بره زي ما اتفقنا يشاور من جوه من على حاجه اسمها التنتوريال سيرفيس دي الانقص. اي حاجه على التنتوريال بقى في العينه دي مش باينه لان السيربيلوم قافل عليها فاحنا مش هنستخدم العينه دي بقى دلوقتي. تمام. اقول التنتوريال سيرفيس الصح قبل ما اقول التنتوريال ان انا اقول الميديال عشان هما الاثنين بيكملوا بعض. تمام. فاحنا هندخل على حاجه اسمها الميديال سيرفيس اوف ذا سيريبرال هيمسفير. ميديال سيرفيس اوف ذا سيريبرال هيمسفير على مهلكم كده بقى لان هو فيه كل الشغل المهم. تمام. اول حاجه عندي المشرشب اللي لونه ابيض ده ده اول استراكشر عندي ده اسمه كوربس كالوز. كوربس كالوزا. تمام. لو حط العلامه في اي مكان في كوربس كالوزا فهو كوربس كالوزا الا لو قال لك يعني الاحسن انا رايي ان انا لو انا حطيت الخله في النص اكتب له بين قوسين ان ده البادي. لو حط في الحته الراوند اللي تحت اقول له ده سبلينيان بين قوسين يبقى ده كوربس كالوزا بس احدد له ويتش بارت اوف كوربس كالوزا. واصلا هو اشهر سؤال على كوربس كالوزا البارتس اوف كوربس كالوزا روسترم وجينو وبادي وسبلينيوم ده اشهر سؤال. السؤال اللي جاي بعديه في الاهميه على طول البلاد سبلاي اوف كوربس كالوزا. كل الكوربس كالوزا انتيريور سيريبرال ما عدا السبلينيوم بوستيريور سيريبرال. دي الاجابه باختصار جدا ادام بدانا فيه بقى. تمام. يبقى هما مفيش الا سؤالين بس. ممكن يقول تايبس اوف فايبرز يعني نوع الفايبرز ايه اسمها ايه كوميشر الفايبر ده اكبر كوميشر اصلا موجود عندي في البرين. يبقى نوع الفايبرز نزودها ممكن نزود على طول واحنا بنقول عشان انا هنسى. ثانيه كالوزم زي ما اتفقنا كوربس كالوزم البارتس بتاعته بلاد سبلاي تايبس اوف فايبرز. فوق الكوربس كالوزم على طول في سلكس ده ممكن يجي لوحده كايدنتيفيكيشن ده اسمه الكالوزه الايه الكالوزه السلكس. مين اللي بيمشي في الكالوزه السلكس؟ انتيريور سيريبرال يبقى انا عندي حاجه اسمها الكالوزا السلكس ده ريليتد لي الانتيريور سيريبرال ارتري. بعد كده في اللون الاورنج ده السنجيوليت جايروس سنجيوليت جايروس واللي فوقيه اسمه السنجيوليت سلكس. مهمه جدا برده الحته دي هنضيفها برده يبقى احنا هنقول ان الكالوزا السلكس ريليتد الانتيريور سيريبرال ارتري عشان بس زودتها وبعدين ده السنجيوليت جايروس وفوقيه سنجيوليت سلكس. تمام. نكمل بقى الفكره في ايه ان احنا عندنا تحت السبلينيوم تحت السبلينيوم تحت السبلينيوم المفروض ان الكالوزا السلكس كالوزا السلكس بيكمل على حاجه سلكس تاني اسمه الهيبوكامبال سلكس اسمه الهيبوكامبال سلكس اللي هو بقيه الابيض. تمام. وبعدين الهيبوكامبال سلكس ده يبقى في جنبيه جايروس مكمل مع السنجلين اللي هو البارا هيبوكامبال. تمام. تاني بقى يبقى المفروض ان ده الكالوزا السلكس مكمل على انه هيبوكامبال سلكس ده عمره ما يجي لكم في الامتحان. لكن انا عايزه المهم بقى اللي ممكن يجي ان البرتقاني ده بيكمل تحت السبلينيوم بحاجه اسمها اسمس وقعد يقول لكم ممكن الخله تتحط تحت السبلينيوم يبقى ده الاسمس. وبعدين يكمل بقى بقيه البرتقاني ده بقيه البرتقاني ده اللي هو ايه بارا هيبوكامبال جايروس.
هو ده بقى البره هيبوكامبال خالص. فالبره ماشي بالظبط يعني لون البرتقالي. هيشاور هي لونها ولا هيشاور عليها؟ هو ملون اول واحده اهو. طب خط ده مالكش دعوه، مالكش دعوه بالخطوط دي. تبدأي دلوقتي؟ قول ان ده السنجوريت جايروس. سنجوريت جايروس بيعمل حاجة اسمها اسماس بيروزا سبلينيا مفكور باسكالوزا، وبعدين بيكونتينيو از بارا هيبوكامبال جايروس. ان شاء الله مش هيجي في الامتحان. بارا هيبوكامبال جايروس، بارا هيبوكامبال جايروس هو اللي احنا بنقوله ده يا جماعة. هو الليمبيك سيستم بيبدأ من عند قدام من السنجوريت ويكمل على الاسماس والبارا هيبوكامبال جايروس. كل ده كده اسمه الليمبيك سيستم. الاسمس هي تحت السبلينيا، مش جانكشن، اللي تحت السبلينيا. والانقص، والانقص اتفقنا ان هي المنطقه اللي تحت التيمورال بول، اللي هي المنطقه المدوره دي. يعني لو جاب هنا هتيجي الفتله في المكان ده، تمام. لو جاب لي البرتقالي ده يبقى مين؟ البارا هيبوكامبال جايروس. توقف ثانيه، فيش سكشن هنا يا دكاتره. اشهر حاجه واهم حاجه على الميديا سيرفيس حاجه اسمها البارا سنترال لوبيول. بارا سنترال لوبيول عمره ما هيجي غير على الميديا سيرفيس. فيش علامه بتتعلم على اللاترال سيرفيس اسمها بارا سنترال لوبيول. ده اسمه بارا سنترال لوبيول، اللي هي المنطقه الحمراء مع البنفسجي، حط فيها الخله في نصها كده، اسمها بارا سنترال لوبيول. بارا سنترال لوبيول ده موجود على الميديال سيرفيس، ده موتور وسنسوري فور ليج فوت اند برينيم. بس هي دي الفانكشن، موتور وسنسوري فور ليج فوت اند برينيم، دي البارا سنترال لوبيول. نكمل. في عندنا اريا لونها اخضر اسمها الكيونيوس، الكيونيوس، ومنطقه لونها اصفر اسمها واحده فيهم كيونيوس واحده بريك. لا دي بريك كيونيوس اللي لونها اخضر، الموف بريك كيونيوس اللي لونها اصفر اسمها لينجوال، اسمها لينجوال جايروس. يبقى ده المنطقه دي اسمها لينجوال جايروس. احيانا بيجيبوها على فكره، الاصفر اللي ورا ده اسمه لينجوال جايروس، وبعدين الاخضر اللي عامل مثلث كيونيوس، والبنفسجي اللي قدامه بريكيونيوس. كيونيوس وبريكيونيوس ولينجوال كلهم اسمهم ايه؟ اسمهم الاوكسيبيتال كورتكس، اللي هي عباره عن فيجن، يعني كونسرند ويز فيجن. اريا 17 18 و19 تمام، 17 و18 و19 كيونيوس، دي كيونيوس، بريكيونيوس ولينجوال جايروس. كل ده كده يعتبر الاوكسيبيتال لوب. اخر حاجه في الاوكسيبيتال لوب قبل ما ننساه، ان ممكن يحط لي علامه بالمارك هنا. مين دي؟ ده البرايتو يا جماعه، ده البرايتو اوكسيبيتال، ده البرايتو اوكسيبيتال. برايتو اوكسيبيتال يفصل ما بين بريكيونيوس وكيونيوس، تمام. وبعدين يجي ده اسمه بوست كالكراين. ده البوست كالكراين كلهم دول بييجوا، يبقى ده برايتو اوكسيبيتال سلكس، وده بنسميه البوست كالكراين، والحته الصغيره دي اسمها الكالكراين. يبقى انا عندي عملنا حرف الواي، يبقى الواي بتاعتي برايتو اوكسيبيتال زي الاسمه برايتو اوكسيبيتال سلكس والبوست كالكراين، وده اسمه الكالكراين. دول بييجوا في الامتحان. صعبه دي؟ خلاص، يبقى الواي اهي، يبقى التو ليمبس بتوع الواي، التو ليمبس حوالين الكيونيوس، وبعدين البرايتو اوكسيبيتال بيفصل الكيونيوس من البري، وبعدين البوست كالكراين بيفصل عندي اللينجوال تحت. هو ده البوست ولا الكالكراين؟ نعم اللي ورا ده البوست، ده الكالكراين، وده برايتو اوكسيبيتال. مش ممكن جمعنا بقى الكالكراين بين مين ومين؟ بدا فين وعمل فين وطلع ابورد وباكورد وفورورد؟ ليه كل ده؟ انا عايزاها على العينه بس. لا لا انا لا خالص، احنا عايزين العلامات عشان عملي، وكلهم فانكشن بتاعتهم حاجه واحده، فيجن، تمام. اريا 17 18 19 خلاص كده، تمام. حتى انا على الرسمه كتبت لكم الثلاث ارقام تحت بعض، لان هم عباره عن ايه؟ السنترال بارت هي اريا 17، واريا 18 و19 متمطورين حواليها، مفيش حاجه معينه كده اقول عليها 18 و19، هم كلهم حوالين بعض. كل الاوكسيبيتال لوب كونسيرن ويز فيجن، خلاص كده، تمام. نقولهم بقى تاني. يبقى احنا عندنا جينا من قدام، قلنا ان في واحد اسمه الكالوزال، وهم يمسحوا بقى امرهم لله. ده الكالوزال سلكس حوالين الكوربس كالوزم، وبعدين بينتهي تحت السبلينيوم عشان يكمل على انه هيبو كامبل سلكس، هيبو كامبل. وبعدين نجيب من فوق خالص السنجوليت سلكس، سنجوليت سنجوليت سنجوليت، تحت السبلينيوم يبدا يعمل منطقه ضيقه اسمها منطقه الاسمس، دي حته من الليمبيك لوب، وبعدين يكمل على انه ده بارا هيبو كامبل، ده هيبو كامبل سلكس، ده اسمه الكولاترال، ده الكولاترال اللي بره، ده الكولاترال، تمام. يبقى ما بين الهيبوكامبر والكولاترال في عندي بارا هيبوكامبر جايروس.
وصلت. يبقى انا لو عملت لك كده من تحت المفروض ان انا عندي على اللاترال سيرفيس ما يبانش غير السوبيريور والميدل، تمام؟ احيانا يقولوا ان الكولاترال ده هو الانفيريور تمبرال، واحيانا يقول لك الكولاترال حاجه والانفيريور تمبرال حاجه ثانيه. سيبك من الحته دي لانها هتلخبطك، انا اهم حاجه عندي ان اعرف ان في سوبيريور و وانفيريور او ميدل تمبرال، واعرف ان في ميدل تمبرال بايس، تمام؟ طب ايه اللي عرفناه هنا تحت عشان الناس قالوا نعيد تاني؟ دي بريكيونيوس وكيونيوس ولينجوال. خلاص بقى ده اسمه ايه؟ انفيريور. ايه ده؟ الانفيريور تمبرال، وده اسمه البارا هيبوكامبال، ودي الانقص، تمام؟ اهو خلاص لسه ما قلتوش. والسيرفس ده بقيه الفرونتال لوب على الميديال سيرفس اسمه ايه؟ اسمه الميديال فرونتال. ده نسيته برضه، نسيته يعني يا ريت. ده الميديال فرونتال، وده كونسيرند ويز ايه؟ يعني هنا في مصر طب انا ممكن اعمل سنترال اوتونوميك فانكشن، اوتونوميك فانكشن ده كونسيرند اوتونوميك فانكشن. بس هو مش يعني لا نحط